أهلا بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم، ضيفي الليلة عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وسنناقش معه الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار السيارات وتوقعاته لمسار الأسعار خلال العام الجاري. نستضيف أيضا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، وسنتحدث معه عن آخر المستجدات في الاقتصاد العالمي. فاصل قصير ونبدأ فورا بجولة الأخبار. حذر بنك الاستثمار الدولي من تداعيات فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، مشيرا إلى أنها قد تفوق في خطورتها ما نتج عن وباء سارس بين عامي 2002 و2004. وتوقع البنك تراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من العام الجاري لأقل من 6%، كما رجح البنك لجوء صناع القرار في الصين إلى سرعة توفير السيولة النقدية وتقديم الدعم الائتماني لا سيما لأصحاب الشركات المتضررة. سلم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم باور الوثائق الرسمية التي وقعت عليها الحكومة البريطانية الخاصة بملف البريكزيت، وتتضمن الوثائق المصادقة النهائية على عملية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. من جانبها قالت البعثة البريطانية في بروكسل إن الخطوة تعكس تأكيد المملكة المتحدة لوفائها بجميع التزاماتها الخاصة بمغادرة الاتحاد. هذا ويصوت أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم على قرار يتضمن موافقة النواب على اتفاقية خروج بريطانيا قبل أن يوقعها سفراء الدول الأعضاء غدا، وهذه مشاهد حية من الجلسة المذكورة. وقال البرلمان الأوروبي إنه سيتم إنزال العلم البريطاني من البهو الرسمي للبرلمان، كما ستنتهي الولاية الرسمية للنواب البريطانيين فور ظهور نتائج التصويت على القرار. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية، حيث صعد خام برنت ب1% ليصل إلى 60 دولارا للبرميل. كما صعد الخام الأمريكي بنسبة قاربت 1% ليسجل 54 دولارا للبرميل. طلب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الحكومة والقطاع المصرفي إعداد خطط لاستعادة الحد الأدنى من الثقة في اقتصاد البلاد في ظل مواجهة لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية. وأعرب دياب عن أنه لمس من المصرف المركزي وجمعية المصارف وجود أمل للخروج من الأزمة الراهنة. وقعت شركة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة فودافون العالمية لشراء 55% من أسهم شركتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية تقدر بنحو 2,392,000,000 دولار، على أن تحدد القيمة النهائية للصفقة عند توقيع عقود الاستحواذ. وأضافت الشركة السعودية أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من اليوم وحتى 75 يوماً قابلة للتمديد. وقالت STC أن القيمة الإجمالية لشركة فودافون مصر وفقاً للتقييم المبدئي تبلغ 4,350,000,000 دولار. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد مجدي، محلل أول قطاع الاتصالات بشركة بلتون القابضة. مساء الخير أستاذ محمد، وبداية كيف ترى استقبال البورصة المصرية لإعلان فودافون مصر خروجها من السوق المصري واستحواذ الشركة السعودية STC على حصتها؟ مساء الخير لحضرتك. هو الحقيقه الخبر كان ايجابي قوي على السوق النهارده، ويمكن حتى امبارح من ساعه ما ابتدى يبقى فيه كلام عن دخول STC
وشراء حصة فودافون مصر أو حصة فودافون يو كي في فودافون مصر. الخبر كان إيجابي لأن المبلغ اللي تم إعلان بيه الصفقة اللي هو حوالي 38 مليار جنيه اللي هو 2.35 بليون دولار، ده كان رقم كبير قوي بالنسبة للماركت، يعني الرقم ده باين للناس إن لسه في رغبة من المستثمرين الأجانب سواء من الخليج أو من أماكن تانية في دخول السوق المصري، وإن هم شايفين السوق المصري سوق واعد، فده حفل شوية يعني البورصة مثلا النهاردة كانت طالعة كل الأسهم تقريبا، السنتمنت أو الفيلينج بتاع الناس كان مختلف تماما النهارده عن الايام اللي فاتت. نسبه التداول النهارده كانت عاليه قوي، فهو احساس الناس ان في استثمار بالحجم ده داخل السوق المصري في وقت كانت البورصه فيه مش احسن حالاتها ومش في احسن اوقاتها، خلى الناس بوزيتيف قوي على الماركت الفتره دي، واعتقد التاثير ده هيفضل ايجابي الفتره يمكن لحد الصفقه تتم حتى. وكيف رصدت تاثير هذا القرار على اداء قطاع الاتصالات؟ هو في الحقيقة القطاع مش هيتأثر بشكل كبير من ناحية المنافسة، المتوقع بس إن اس تي سي هتضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري. أعتقد إن هما شايفين السوق المصري سوق واعد، بالذات في حتة التحول الرقمي والتغير الرقمي بيحصل في مصر، واتجاه مصر التكنولوجيا أكتر الفترة الجاية، والتعامل يبقى من غير كاش. ده يمكن بيحفز شركات الاتصالات، يعني حتى هنشوف بره شركات الاتصالات داخلة في الموضوع ده وابتدت تنافس البنوك في النقطة دي، نقطة إن هما عندهم التكنولوجي والنو هاو. فأعتقد يمكن اس سي سي من أكبر المحفزات دخولها السوق في الوقت الحالي هو اتجاه الدولة ناحية الموضوع ده. أعتقد دخول اس سي سي واستثمارها في القطاع ده تحديدا هيحفز بقية الشركات عشان ما تفقدش ماركت شير في السوق، إن هي تبتدي تستثمر برضو في الجزئية دي. يعني أعتقد وي أوريدي بدأت استثماراتها في الموضوع ده مع تيليكوم ايجيبت طبعا. يمكن أورنج واتصالات لسه ما دخلوش موضوع التحول الرقمي ده، أو ما دخلوش باستثمارات في الشأن ده. دي حاجة. الحاجة الثانية موضوع الداتا والإنترنت المنزلي بقى يتوسع بشكل كبير في الفترة اللي فاتت، فأعتقد برضو يمكن دي أحد الأمور اللي هتخلي اس تي سي أولوياتها في الاستثمار في مصر، وهتحفز بقية الشركات برضو عشان المنافسة أعتقد هتبقى شديدة الفترة الجاية. طيب هل هناك مقارنة يمكن أن نعقدها ما بين هذه الصفقة وصفقة 2006 عندما بيعت الشبكة الثالثة للمحمول لشركة اتصالات الإماراتية، فتم إعادة تسعير الأسهم وصعدت البورصة لقمة تاريخية؟ هو يمكن الحالة دي مختلفة شوية عن اللي حصل في 2006، لأن كان في شركات محمول كتير أو كان شركات اتصالات كتير موجودة في البورصة ساعتها. دلوقتي احنا عندنا تقريبا ما فيش حد غير تعتبر مصرية اتصالات اللي عندها وي، لكن بقية الشركات تعتبر مش موجودة خلاص. أورنج خرجت، جلوبال تيليكوم خرجت، فودافون اتعمل لها دي ليستنج من فترة، فيمكن التأثير مش هيبقى بالشكل اللي احنا شفناه في 2006. ممكن يبقى في تأثير غير مباشر زي ما قلنا عشان موضوع الاستثمار وقابلية او يعني رغبة مستثمر اجنبي زي اس تي سي ان هو يخش يضخ كمية الاستثمارات دي في مصر، هنتكلم في حوالي 40 مليار جنيه يدخل في قطاع الاتصالات. وباي ذا واي قطاع الاتصالات عامة يعتبر من المحددات شوية للاقتصاد، لان الداتا والموبايل والحاجات دي تعتبر من مؤشر شوية على قدرة المستهلكين وعلى رغبة المستهلكين في الاستهلاك الفترة الجاية. وطبعا في هدف لقطاع الاتصالات المصري انه يحقق نسبة اكبر من اجمالي الناتج المحلي، دي طبعا اهداف لوزارة الاتصالات وفي شغل عليها. احب اسال حضرتك بخصوص حصة اس تي سي، هل بتعتقد انه ربما سيتم طرح الاسهم الخاصة بها في البورصة، ربما خاصة انه اس تي سي من الاسهم المحركة للسوق السعودي؟ ده حقيقي، بس هو موضوع الطرح ده اعتقد هيبقى صعب شوية، يعني لسه بدري الكلام على الموضوع ده. لان هو دلوقتي انت الشير هولدر ستراكشر او هيكل الملكية هيكل المساهمين بتاع فودافون مصر مختلف شوية وليه ظروف خاصة. يعني مثلا فودافون مصر في اتفاقية مساهمين ما بين المصرية للاتصالات وما بين فودافون يو كي، ان ما ينفعش فودافون يو كي تبيع حصتها في فودافون مصر من غير موافقة فودافون سوري من غير موافقة وي او مصرية للاتصالات تحديدا. فيمكن الهيكل ده مخلي الموضوع صعب شوية ان احنا نشوف فرح قريب، الا لو حصل اتفاق بقى ما بين مصرية للاتصالات وما بين اس تي سي لما تدخل الماركت على الموضوع ده، ان كل حد ممكن يطرح جزء من حصته
ويبقى الفري فلوت مثلا 20% او حسب النسبه اللي اتفقوا عليها ايه، بس لازم الموضوع يمشي خلال مجموعه اجراءات ومجموعه اتفاقات ما بين الشركه اس سي طيب ومصرية. ماذا سيكون موقف وي من وجهه نظرك او المصريه للاتصالات، خاصه انها لديها كيان يعني منفرد وايضا هي منافس في نفس الوقت، وكانت هذه النقطه ربما يعني تظهر كثيرا عندما نتناول هذا الملف، انه المصريه للاتصالات هي منافس و شريك لإحدى الشركات وبنسبة كبيرة 45%. ده حقيقي، والموضوع ده فعلا كان عامل مشكلة من حوالي 4 أو 5 سنين قبل ما مصرية للاتصالات تدخل بشركة وي أو تدخل في الفور جي، وكان في مشاكل كتير بينها وبين فودافون، لكن الأمور دي كلها اتحلت خلاص، وأعتقدش الموضوع هيختلف دلوقتي عن الاتفاق اللي كان ما بين فودافون يو كي أو فودافون مصر والمصرية للاتصالات. أعتقد الاتفاق يفضل زي ما هو، إن أنت تحتفظ بحصتك، أنا ما عنديش مشكلة، وفي نفس الوقت أنت عندك وين الناحية التانية تعتبر منافس، لكن في نفس الوقت كل واحد بيدخل باستثماراته، بيدخل بالماركت شير بتاعته. وأعتقد حتى إن حصة فودافون لما دخلت وي ما تأثرتش قوي بالشكل، إن هو شفنا وي بتاخد من حصة فودافون في الماركت، لا، إحنا شفنا وي بتاخد من أورنج واتصالات أكثر. أوكي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا محمد مجدي، محلل أول قطاع الاتصالات في بلتون القابضة. ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ب 12.17% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بقيمة 261 مليون دولار لتبلغ 2,300,000,000 دولار مقابل 2,100,000,000 تقريبا في الفترة نفسها من 2018. كما ارتفعت التحويلات خلال أول 4 أشهر من السنة المالية 2019-2020 بمليار دولار بمعدل سنوي 13.14% لتسجل 9 مليارات دولار تقريبا مقابل نحو 8 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. اختارت وسائل الإعلام الأجنبية مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها خلال عام 2020، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير. وضعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مصر ضمن قائمة أفضل 52 مقصدا سياحيا يمكن زيارته في عام 2020، مرجعة سبب اختيارها للقاهرة لاستعدادات مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي وصفته بالبناء الضخم. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران إن قيمة إصدارات سندات التوريق بلغت 22 مليار جنيه في 2019 مقارنة ب 5,200,000,000 جنيه في عام 2018. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس بمقر الهيئة في القرية الذكية. نتابع. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي عن أهم إنجازات القطاع المالي غير المصرفي لعام 2019. قطاع التأمين شهد السنة اللي فاتت طفرة كبيرة، أهمها أن احنا أنجزنا مشروع قانون التأمين اللي كان بقالنا سنوات كتير في الهيئة شغالين عليه، وفي الآخر اتفقنا تم الاتفاق عليه وأرسل لمجلس الوزراء واتخذنا إجراءات دستورية لإصداره، وتم مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، ومعروض دلوقتي على مجلس الوزراء إن شاء الله في حالة الموافقة عليها يرسل لمجلس النواب يصدره. ده القانون حقيقي يعني متضمن مواد كتير بتنظم السوق.
وعلى مستوى مؤشرات النشاطات المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حافظ سوق رأس المال في مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه. كما احتلت مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، بينما حققت المركز الثاني من حيث قيمة تمويل أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط ماجنت الممنوحة لتلك الشركات. أعتقد الأرقام عندنا حوالي 220 مليار جنيه إصدارات أسهم أو زيادات رؤوس أموال خلال هذا العام، وده رقم مهم جدا بيهم أي رقابة المالية تبص عليه، بالإضافة إلى النشاط الأكثر يعني استحواذا على اهتمام الهيئة، لأنه ليه دور كبير جدا في الشمول المالي، هو المتمثل في التمويل المتناهي الصغر، وده للسنة الثانية على التوالي أكبر نشاط من الست أنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة يحصل فيه طفرة، هو التمويل المتناهي الصغر. أعتقد حصل فيه زيادة 43.5%، كنا 11.5 مليار جنيه حجم التمويل، السنة دي 16.5 مليار جنيه في 2019. كمان التأجير التمويلي، لأن برضه ليه دور مهم جدا في العملية الإنتاجية، برضه حصل فيه طفرة كبيرة 34%، هذا العام وصلنا لحوالي 56 مليار جنيه مقارنة ب 42 تقريبا السنة اللي فاتت. كمان التأمين ليه دور مهم، احنا بنتكلم على حجم الأقساط زاد حوالي 19% مقارنة بالعام الماضي، فأعتقد في أرقام مهمة جدا بتدي دلالة على تطور الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر. شهد أيضا قطاع التأمين والضمانات المنقولة نشاطا جيدا العام الماضي، مما يؤكد على أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر لخلق بيئة استثمارية جاذبة. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بشكل هامشي مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجع سعر العقود الأجلة للذهب ب 20% ليصل إلى 1573 دولارا و 60 سنتا للأونصة، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 1567 دولارا و 97 سنتا للأونصة. هذا وعوض المعدن الأصفر هبوطه بالأمس بارتفاع اليوم في السوق المحلية، حيث سجل متوسط سعر العيار من سعر الجرام من عيار 18 599 جنيها. أما الجنيه الذهب فسجل 5578 جنيها. استقرت اليوم أسعار الدولار في البنوك المصرية عند مستوياتها بالأمس، ونتابع معكم قائمة البنوك التي اخترناها. أقل سعر للبيع هو بنك الإسكندرية 15 جنيها و83 قرشا، والشراء 15 جنيها و73 قرشا. وسجل اليوم متوسط سعر اليورو 17 جنيها و40 قرشا، والاسترليني 20 جنيها و57 قرشا، الريال السعودي 4 جنيهات و21 قرشا، والدرهم الاماراتي 4 جنيهات و30 قرشا. اعتمدت اليوم إدارة البورصة المصرية التعديلات الدورية النصف سنوية لمؤشرات السوق على أن تطبق الأحد الموافق الثاني من فبراير. وفيما يخص المؤشر الرئيسي، تم استبعاد ثلاث شركات من الشركات غير المؤهلة وفقا للمنهجية الحالية، وهي النساجون الشرقيون، مصرف أبوظبي الإسلامي، والحديد والصلب المصرية. وانضم للمؤشر هذه الأسهم مجموعة بورتو القابضة، دايس للملابس الجاهزة، وجي بي أوتو. أما المؤشر السبعيني فبقي كما هو، وحدث تغيير في 12 سهما في مؤشر المئة. كما ذكر ضيفي منذ قليل، صعدت البورصة المصرية وكان هذا واضحا على كافة المؤشرات بعد انخفاض دام منذ بداية الأسبوع. EGX 30 صعد بأكثر من 1%، EGX 70
تجاوز 1.3%، وإي جي إكس 100 صعد بأكثر من 1.5%. بلغت قيم التداولات 624 مليون و600 ألف جنيه، وكانت تعاملات المصريين بنسبة 73.5% مقابل حوالي 24% للأجانب و2.5% للعرب. استحوذت المؤسسات على النصيب الأكبر من التعاملات ب 85% والبقية للأفراد، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.889 مليار جنيه. نذهب لأداء الأسهم. تراجع في 20 شركة مقابل صعود في أسهم 114 شركة واستقرار مستويات 37 شركة. ارتفع المؤشر السعودي في جلسة اليوم بربع بالمئة ليغلق عند مستوى 8185 نقطة. في الكويت صعود بنصف بالمئة، ودبي نفس النسبة تقريبا، أما أبو ظبي فهبطت بربع بالمئة بنهاية جلسة اليوم. نأخذ نظرة على أسواق مسقط والبحرين. تراجع في مسقط بعشرين بالمئة والبحرين تزيد ب 18% تقريبا بنهاية التعاملات. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده المزيد في مال وأعمال، كونوا معنا. ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ساهم في انخفاض أسعار السيارات في كثير من الشركات مع بداية العام الجاري، حيث أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية في مصر تخفيض أسعار 23 طرازاً لعلامات تجارية متنوعة بنسب تتراوح بين 3000 وحتى 100,000 جنيه. طبعاً تخفيض أسعار الدولار هو طبعاً بداية من يناير 2019 انخفض لغاية نهاية ديسمبر 2019 في حدود حوالي 8%، وده أثر تأثير كبير جداً على سوق السيارات، وبالفعل كل شركات السيارات بدأت تلجأ إن هي تخفض أسعار السيارات، وتراوحت الأسعار الانخفاض من حوالي من 8 إلى 10%. أي وقت بيحصل فيه انخفاض في سعر السيارات المستهلك المصري بيحاول يقعد يستنى أكتر، يعني ما بقولش مثلا بيجي يتسابق على الشراء، لا، في بعض الناس بتبقى لو هي وصلت للتارجت بتاعها بتبتدي تشتري، لكن ده طبيعي بطبيعة الحال المستهلك المصري بيستنى للأكتر. تراجع سعر الدولار لم يكن السبب الرئيسي في خفض أسعار السيارات، حيث أرجع بعض خبراء السوق السبب في المنافسة القوية بين الشركات وتفريغ المخزون لدى بعض الوكلاء، بالإضافة إلى تطبيق الشريحة الأخيرة من زيرو جمارك، جميعها أسباب أدت إلى انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الماضية واستمرار وتيرة التراجع خلال الفترة المقبلة. من 1/1/2020 كان عندنا اخر اتفاقيه مصر مقاعه عليها، اتفاقيه الشراكه المصريه التركيه، ثلاث سيارات هتلاقي يعني من بدايه العام اول ساعات العام هتلاقي حضرتك الشركات الثلاثه المعنيين بالامر خفضوا الاسعار، وتخفيض مش بسيط. لو حضرتك تحسب كم التخفيض هتجد ان بعض الشركات حتى تجاوزت ما قيمه التخفيض اللي تابع للاتفاقيه، هي تخفيض الاتفاقيه تقريبا كان المفروض يبقى 4%، لا، في بعض الشركات خفضت يمكن 6 و7%. ده بيؤكد ان في علاقه وثيقه ما بين قطاع السيارات وما بين المستهلك. وجاء التغيير الذي شهدته خريطة سوق السيارات في الوكلاء والموزعين خلال العام الماضي دافعا لتعزيز المنافسة في الأسعار، الأمر الذي دفع كثيرا من الراغبين في الشراء للانتظار للاستفادة من التخفيضات، مما قد يسهم في استمرار حالة الركود في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.
أهلا بكم. مع تراجع سعر الدولار في الأسواق المصرية فإن أنظار المستهلك تتجه لتأثير هبوط الدولار على السلع ومنها بطبيعة الحال السيارات. لمزيد من التحليل يشرفنا هنا في الاستوديو عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا نفهم من حضرتك وضع السوق دلوقتي. الدولار أخذ في الهبوط مقابل الجنيه وبالتالي المفروض نشوف التأثير ده على أسعار السيارات، لكن هي فعلا نزلت، لكن هل ده منعكس على يعني وتيرة الشراء من قبل المستهلكين؟ الأول هي 2019 شهدت مفارقات كثيرة جدا ويمكن أحداث متعاقبة أنا شايفها إيجابية طبعا لتحقيق. أول حاجة ابتدت بيناير 2019 تحقيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية ورفع الجمارك على عربيات المنشأ الأوروبي، فدي طبعا ساعدت كتير قوي بانخفاض زيرو جمارك، فدي طبعا كانت حاجة إيجابية جدا للسوق المصري. ثلاثة بقى بعد كده تخفيض سعر الفوائد على البنوك، وده القطاع المصرفي كان ليه دور إيجابي جامد جدا، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وده علامات إيجابية بصورة أشمل لو بصينا لها على الاقتصاد المصري. يمكن الناس يعني أقبلت شوية أو سقف تفاؤلها ارتفع قوي، إن خلاص طالما الدولار بينزل قدام الجنيه المصري يبقى العربيات هترخص قوي. فإحنا عندنا ظاهرة فعلا في السوق المصري غريبة جدا. يمكن لما العربية بتزيد الناس بتجري قوي عشان تشتريها عشان تزيد أكتر، لما العربية بتنزل سعرها نتيجة نجاحات اقتصادية واستثمارية في مصر الناس التفاؤل بتاعها بيزيد قوي، فبتقول لك لا بلاش اشتري دلوقتي استنى لحسن تنزل تاني. يعني بيتهيألي هو ده اللي حاكم السوق اليومين. يعني هي حالة الترقب طولت شوية، بالذات انه الناس عارفة انه اسعار الفايدة هتنزل الدولار بنسب ينزل معينة والدولار بينزل. يعني هو احنا السيارات جزء يعني لا يتجزأ من منظومة الاصلاح الاقتصادي والاستثماري في مصر والتجاري، فحتى لو ده انعكس سلبيا شويه على سوق السيارات كتجار او وكلاء يعني، بس في المدى مش هقول بعيد هيتتحسن والامور هتتظبط اكتر، لان بعد كده لما المستهلك يعرف ان الدولار نزل والاسعار ابتدت تبقى ثابته هيحصل اقبال هيعوض يمكن الركود النسبي اللي كان موجود في الشهور اللي فاتت. لكن لو حد بيفكر يشتري عربيه اليومين دول، هل من الحكمه انه ينتظر لحد ما يعني السوق يمتص كل الإصلاحات الاقتصادية، ولا دلوقتي ممكن يكون وقت جيد للشراء؟ هو العربية أصلا تعتبر سلعة أساسية مش بس رفاهية. لو هو بيتكلم على عربية رفاهية ممكن يستنى شوية، لكن عربية ضرورية هيضطر يشتريها يعني طبعا، أو هو لازم يشتريها، لأن المقابل بدل أنه هياخد تاكسي أو أوبر أو واتيفر أو هيأجر عربية إلى أن نشوف السعر هيروح فين، فاللي هيوفره هنا أعتقد هيكون صرفه في ناحية تانية. بلس ان هو ممكن يحصل مفارقات في السوق، العربيه تغلى لان انت بتعتمد كمان على سعر البلاد المنتجه، البلد المصنع الام او البلد الام للسياره. زي ما حضرتك عارفه مصر بتجمع تقريبا 50% من حجم السوق المحلي وبنستورد حوالي 50% يعني بلس اور ماينس حاجه بسيطه. فانت برضه ما تقدريش تعتمدي على سعر المنتج، احنا ما لناش التاثير او القوه ان احنا نقول للشركه الام هتغلي سعرها او لا. فهو في برضه هو لازم واخد مخاطره هو المفروض يعني يتحملها وفقا لظروفه. ايه قرايه حضرتك للسوق مع وجود صفر جمارك بالنسبه للسيارات الاوروبيه المنشا و سيارات تانية موجودة في السوق المصري من كوريا واليابان وحتى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني إزاي نقدر يعني نشوف ده على شكل المنافسة؟ هو طبعا من الذكاء التجاري أو المنافسة الشريفة في التجار أو المساق التجاري إن كل واحد بيشوف إيه السلع المنافسة ليه ويحاول يقلل من تكلفته أو يقلل من هامش الربح بتاعه بطريقة أو بأخرى، بحيث إن هو يقدر يتماشى مع سلع منافسة ليه بما لا يضر بسمعه الشركه بتاعته او الوكيل بتاعه يعني النوع اللي هو واخده او الموزع. لكن لازم يبقى في دايما في المستهلك لما بيجي يقارن في فئه سعريه معينه بيشوف ايه الانواع اللي في الفئه دي. فلو لقى السعر بعيد من نوع لنوع لازم تاني الوكيل او المنافس ليه يبتدي يتحرك شويه، يكون عنده فكر اوسع شويه ان ازاي هنافس عربيه الجمرك بتاعها نزل او ازاي انافس عربيه عليها اقبال اكتر، لان هو ده او ليها سمعه طويله في السوق. فده يعتبر يعني بيعتمد برضو على الذكاء التجاري، وفي نفس الوقت مش كل حاجه
هامش الربح زي ما الناس متخيله ان هو كبير قوي كده، لكن هو ممكن يقدم عروض، يقدم تسهيلات، يدخل القطاع المصرفي بشكل اقوى شويه معاه في تسويق سلعته، يعني في كذا قناه ممكن يسوق بيها منتجه. حضرتك هل بترى انه الضرائب او الجمارك على السيارات ممكن تكون مؤثره بشكل ما على الحركه البيعيه؟ اه طبعا، الضرائب هو الوعاء يعني الكبير قوي، او يعني كان ليه ضلع كبير قوي في ثمن السياره. لكن في شراكتين، في اتفاقيتين تموا في 2019 الشراكه الاوروبيه، في اوائل وفي يناير 2020 اخر جزء من مرحله شراكه مصريه تركيه، ودي بس دي ما تمثلش جزء كبير لانها يمكن ثلاث او اربع انواع سيارات بس. لكن ما فيش يعني مش من المتوقع يكون في اتفاقيات في 2020. هو العنصر الوحيد اللي هيأثر في سعر السيارات في الفتره الجايه هو سعر الدولار او اليورو. والضرائب اللي بندفعها عند ترخيص السيارات وكل المصروفات، طبعا دي محتاجه اعاده نظر، لانها بقت تمثل عبء وتمثل جزء كبير قوي من مشتري هو بيشتري عربيه بيبقى يفكر هيسجلها بكام، او هيسجل الترخيص بتاعها كام. بقى دلوقتي بقى رقم كبير قوي ابتدى يخش في حسبه اقتناء السياره في نفسه. في نفس الوقت انا كان ليا يعني طبعا وجهه نظر ان في الفتره اللي جايه لازم يحصل توازن شويه، عشان نفضل 50% اللي هو تجميع محلي والاستيراد. لازم اعاده النظر في الجمارك على المكونات. علشان احنا عندنا المصريين عندنا عقده الخواجه بصفه عامه، يعني مش بس في العربيات، اي سلعه لو لقينا سعر المستورد قريب من سعر المصري بنجري كده على طول ناخد المستورد. حتى يعني ممثلوا المبيعات في اي سلعه. اه ما بقول لك دي تقفيل اوروبي بالظبط، بقول لك مش بس السيارات، احنا عندنا عقدة الخواجه حتى في اللبس يعني. ايوه. فلازم عشان يعني المنتج المحلي ياخد حيز اكبر، او ياخد يعني الصناعات المغذيه بتاعته تتنامى بشكل اكتر، ايجاد فرص شباب، عمل للشباب، يعني نتوسع في مجال البنيه التحتيه للسيارات. لازم نشوف ايه الاليات، من ضمن الاليات اللي هي انا شايفها ملحه جدا رفع الجمارك على المكون، على الجزء اللي بيستورد للتجميع المحلي، لان عشان تقدر تنافسي شويه السيارات المستورده بالكامل. يعني ايه راي حضرتك في التسهيلات البنكيه اللي بتمنح لقطاعات كثيره؟ هل يجب ان تكون هناك مبادرات او اعاده نظر في تمويل قروض السيارات مثلا؟ يعني في بلاد بتكون 3% 2% 4%. طبعا القطاع المصرفي ده هو العمود الفقري لقطاع السيارات للتقسيط عن طريق البنوك. بس هي معادله برضه من طرفين، يعني لازم البنك ليه اكيد ليه تكلفه اقراض من البنك المركزي او من البنوك المتعامل معاها، فهو مطالب بحد ادنى بين الفايده المدينه والدينه اعتقد بتبقى 2% او حاجه زي كده. ولازم يبقى واخد ضمانات كمان من المقترض، عشان هو بقى عنده الريسك فاكتور او يعني نسبه المخاطره في مش كل الناس برضه بتلتزم بالقسط قوي، وفي ناس بتبقى مش عندهاش مصداقيه في الاوراق اللي بتقدمها للبنوك بصفه عامه يعني، وبالتالي بتقترض فلوس اكتر من امكانياتها في السداد، فهي معادله شويه معقده شويه. لكن لو قدرنا ان احنا او القطاع المصرفي قدر ان هو يتدخل بشكل حاسم شويه في التدقيق في الاوراق المطلوبه والتاكد من مصداقيه الممول او اللي هيقترض عشان يقدر يقتني سياره، ودي وفقا لامكانياته، وخصوصا السيد محافظ البنك المركزي رفع النسبه من 35 ل 50% من الدخل، ودي كانت حاجه هتزق شويه في السوق. لكن المهم ان هو يكون فعلا 50% مش مبالغ او يعني مش فيها. يعني الا تكون الوثائق يعني تكون 50% فعلا عشان حفاظا لطرفي المنظومه. اولا القطاع المصرفي ما يتضرش، لان هو بيقرض بناء عن اوراق معينه العميل او الراغب في الشراء بيقدمها، وفي نفس الوقت المشتري لو هو مش صادق في اوراقه مع الاجل مش هقول الطويل قوي ممكن يتعطل او يقدرش يوفي بكل التزاماته، وبالتالي هيخش في شق قانوني وقضائي هو كان في غنى عنه يعني. وحضرتك شايف انه بشكل عام السنه دي هتشهد تراجع اكثر في اسعار السيارات في مصر؟ لا ما اعتقدش، انا 2020 اعتقد ان انا متفائل بيها اكتر من 2019 زي ما قلنا ابتدينا الكلام. أوكي. كان فيها احداث كتيره جدا وسريعه يعني مور لس هيفضل الاسعار زي ما هي على كل السيارات تقريبا، لس او يعني الحاجه الوحيده ان هو الدولار ينزل او سعر اليورو يعني ينزل شويه، ده اللي ممكن يغير سعر السيارات في لكن غير كده ما اعتقدش ان في قوانين جديده او في يعني بدايه اتفاقيات جديده.
شكرا جزيلا لهذا التوضيح ولوجودك معنا اليوم الأستاذ عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية. متشكر جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير، ألتقي بعده الدكتور كريم العمدة لتحليل الأحداث الكثيرة على صعيد الاقتصاد العالمي. كونوا معنا. الساحة الاقتصادية الدولية حاليا لا حديث يعلو بها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو البريكزيت، حيث يعد الجمعة المقبلة موعدا تاريخيا بكل المقاييس في التاريخ البريطاني الحديث بعد خروجها ككتلة اقتصادية كبرى من الاتحاد الأوروبي. وسط هذه الأحداث يظل السؤال الأبرز للبريطانيين هو مدى التأثر الاقتصادي بعد الخروج من الاتحاد. يشرفنا الليلة الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي للحديث عن هذا الموضوع. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. خلينا نفهم من حضرتك بداية، أيهما أقوى، الاقتصاد البريطاني مع الاتحاد الأوروبي أو بدونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني أكيد أن في الاتحاد قوة، الاتحاد الأوروبي كان نموذج يحتذى به في التعاون والتكامل الاقتصادي، حتى أنا شخصيا كنت عامل جزء في رسالة الدكتوراه بتاعتي عن النموذج الاتحاد الأوروبي وإزاي نستفيد منه في الدول العربية، ولكن يبدو أن الأمور تغيرت ويبدو أنه أصابوا الوهن والشيخوخة ويبدو أنه بدأ يتفكك. طبعا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني نقدر نقول عليها ضربة للاتحاد الأوروبي، مشكلة كبيرة تسببت للاتحاد الأوروبي، وأيضا أظن أنها ستسبب لبريطانيا، هيكون لي أضرار اقتصادية. يعني مش معقولة يعني أنها تكون بريطانيا لما تخرج من سوق كبير وهي تاني أكبر مستورد لي تاني أكبر مصدر للاتحاد الأوروبي، أو وضعها الاقتصادي كخامس أكبر اقتصاد في العالم ولها وضع في الساحة الدولية. يعني احنا كنستعرض مؤشرات اقتصادية الأول ونقول إن بريطانيا تقريبا خامس أكبر اقتصاد في العالم، حجم اقتصادها 2.8 تريليون دولار. لو جينا نسبته من الاتحاد الأوروبي تقريبا هي تعادل 15% من حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي حجم اقتصاده 19 تريليون دولار. الاتحاد الأوروبي حجم تجارته مع العالم الخارجي 13 تريليون دولار تقريبا. حجم تجارة بريطانيا مع كنسبة من الاتحاد الأوروبي من 7 لـ 8%، هي تاني أكبر مصدر في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا. حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي تقريبا 45% و 35% مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى 3% مع الصين و 17% مع الولايات المتحدة. يبقى إذن يجب على بريطانيا أنها يعني تشوفها تعمل إيه في حجم صادراتها الكبير اللي كانت بتصدره للاتحاد الأوروبي، أو حجم وارداتها اللي كانت بتاخده من الاتحاد الأوروبي، لأن هي بمجرد ما تخرج طبعا هم في الاتفاقية الأخيرة خدوا فترة انتقالية لحد نهاية 2020 علشان توافق أوضاعها. هتستفيد بنفس الوضع اللي هي كانت موجودة عليه لحد نهاية 2020، بس لازم توافق أوضاعها، لأن لما تخرج هيبتدي الوضع يختلف، تكاليف الاستيراد والتصدير والجمارك هتبتدي تزيد، لأن خلاص هتبقى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كان في مزايا كثيرة كانت بتستفيد بيها وبيستفيدوا بيها مواطنيها سواء اللي موجودين في بريطانيا أو المواطنين البريطانيين اللي موجودين في باقي الدول الأوروبية هتبتدي تفقدها. لذلك هي ابتدت تسعى مع الاتحاد الأوروبي أنها تعقد مع اتفاقية، وأيضا بقت تسعى مع كل دول العالم أن هي تعقد اتفاقيات أخرى. لكن بالتأكيد الاتحاد الأوروبي كان واضح جدا وصارم أنه لن يسهل الإجراءات يعني بالنسبة لبريطانيا علشان يعني لا تحذو دول أخرى حذوها، فده هيأثر إلى أي حد على الاتفاقات الثنائية ما بين بريطانيا وكل دولة ما زالت عضو في الاتحاد؟ طبعا إذا كان في الظاهر لينا أن الاجتماعات يعني يغطي عليها جانب الود والتفاهم، ولكن هي طبعا في اتجاه في الاتحاد الأوروبي تقوده ألمانيا أن هم يصعبوا
خروج بريطانيا، وان هو يكون خروج بريطانيا مكلف، يعني هتكون ملتزمه بسداد ما يقترب من 60 من 55 ل 60 مليار يورو، ملتزمه ايضا ان هي الاتحاد الاوروبي مش ناوي يدي امتيازات لخروجها، وان هي ما تستمتعش بالمميزات من غير ما يكون عليها اي التزامات علشان تخلي ما فيش اي دوله تاني تحذو هذا الحزو، لان بريطانيا كانت طبعا قوه مؤثره داخل الاتحاد الاوروبي سواء سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبالتالي خروجها كان خساره كبيره للاتحاد الاوروبي. لما كانت قبل كده حاولوا يخرجوا اليونان، كانت اليونان عليها ديون وعليها مشاكل، هم كانوا عايزين يعني لم تكن بنفس القوة. لم تكن بنفس القوة، ولكن بريطانيا يعني يخشوا كل الخوف وكل القلق ان هي تتكرر هذه المشكله دي مع دوله اخرى. انا يعني اظن هي طبعا ابتدت يعني تسعى بريطانيا ان هي تعقد اتفاقيات مع كل دول العالم. اظن ان ترامب قد يكون هو اللي شجع بريطانيا على هذه الخطوة، أظن يعني لأن هو وعد بريطانيا بمميزات تجارية هائلة في حالة خروجها، يعني هو تقريبا يبدو أنه هيعمل منطقة تجارة حرة مع بريطانيا أن هي تصدر وتستورد معها. أنوه فقط أنه على الجزء الآخر من الشاشة نتابع على الهواء مباشرة جلسة البرلمان الأوروبي، والتي صادق فيها بأغلبية كبيرة حتى الآن على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. طبعا بالفعل احنا قلنا بريطانيا خلاص على نهاية شهر يناير هتكون خرجت بشكل رسمي، دي يمكن دي يعني طالت فرصة دي ليها. هم اتفقوا في آخر اتفاقية على ان هم هيمدوا ويمدوا نهاية 2020 كفترة انتقالية، ان بريطانيا هتكون عليها التزامات، هتدفع التزاماتها زي ما هي وتاخد حقوقها، ولكن من غير ما تكون عضو في المؤسسات الخاصه بالاتحاد الاوروبي، وايضا ان هي ملهاش حق انها تشارك او تتخذ قرارات. يعني فتره انتقاليه، هي كفتره انتقاليه وارد انها تتمدد لسنتين مثلا ولا حاجه لحد ما توفق اوضح، ولكن مجرد ما هتنتهي خلاص هي تخرج. هي خرجت بالفعل، هتكون خرجت من الاتحاد الاوروبي، هتبتدي بقى تتعامل كانها دوله خارج الاتحاد خارج. هم كانوا 28 دوله، رجعوا بقوا 27 دوله. طبعا ان نقدر نقول الخسائر اللي هي متوقعه للاقتصاد البريطاني او للاتحاد الاوروبي، هو طبعا احنا ما نقدرش نقيم بالظبط حجم الخسائر او مين الخاسر، لكن احنا ممكن نقول من هو الخاسر الاكبر. اظن ان الخاسر الاكبر هم الاثنين هيكونوا خسرانين، ولكن اظن بريطانيا اظن يعني من وجهه نظري الخاسر الاكبر. انا قلت ان هي حجم تجارتها 45% مع الاتحاد الاوروبي. كمان في خاصه يعني يمكن صناعه السيارات أكثر المتضررين، لأنها كانت بتصدر 60% من سيارتها من مصنعة السيارات، وهي صناعة هامة في بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بالإضافة أن كان في روابط خلفية أممية أو كان في يعني تكامل مع صناعة السيارات الموجودة في ألمانيا. أيضا قطاع الخدمات المالية اللي موجود في بريطانيا هو قطاع هام. انا عايز اقول ان حجم الاقتصاد البريطاني اللي انا قلت في بدايه كلامي كان 2.8 تريليون دولار امريكي، 60% منه او اكثر من 60% منه هو قائم على الخدمات. لكن ايه اللي هيعطل قطاع الخدمات من انه يستمر في الانتعاش مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ طبعا البنوك والمؤسسات الماليه والخدمات الماليه والشركات المرتبطه بهذه الانشطه كانت بتروح وتاسس وتشتغل في بريطانيا على اساس ان هي جزء من الاتحاد الاوروبي. تقريبا ربع الخدمات الماليه والبنوك اللي هي تمثل 12% من حجم البنوك لوحدها بتمثل 12% من حجم اقتصاد البريطاني كانت مرتبطه بانشطه اخرى مع الاتحاد الاوروبي. يعني هم شغالين في بريطانيا لكن هم ليهم انشطه وشغل مع الاتحاد الاوروبي تقريبا يعادل ربع انشطتهم، وبالتالي هم هيبتدوا يعيدوا التفكير. يعني انا اظن ان مئات الشركات بالفعل ابتدت يعني تعلن عن نيتها. طبعا البعض نقل المقر لعواصم اوروبيه اخرى بالذات فرانكفورت في يعني المانيا. بريطانيا تبقى يعني اهم العواصم المالية في العالم، هل ربما يجعلها يعني في مأمن بعض الشيء لأنه بتتميز جدا في هذا القطاع ولا؟ يعني هي كانت بتتميز في هذا القطاع، احنا قلنا هي كانت مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، 500 مليون أو 513 مليون مواطن كانوا بيستفيدوا من الخدمات اللي كانت، هم كانوا كتلة واحدة، يعني هم كان أكثر تكتل كتلة واحدة زي دولة واحدة، مرفوعة الروابط بينهم سواء في انتقال الأموال والعمال ورأس المال والتجارة في السلع والخدمات والمنتجات وتأسيس الشركات. انك ممكن تكون شركات المانيه ليها فروع في بريطانيا بتاخد نفس الامتيازات، يعني كان الموضوع متساهل. ولكن انا زي ما قلت ان يعني في مئات الشركات هتخرج خاصه في مجال الخدمات الماليه، واظن انها سوف تتوجه الى المانيا. يعني ممكن نقول المانيا قد تستفيد الى حد ما من تلك الشركات، ممكن ترجع المانيا او يتم نقلها او تزيد الاستثمارات في الخدمات الماليه في مجال في المانيا، خاصه ان هي عندها مركز للخدمات الماليه زي فرانكفورت. ايضا السياحه،
يعني كانوا في متوقعات ان هي السياحة توصل ل 40 مليون سائح في 2020. طبعا اغلبهم او جزء كبير منهم هم سياح اوروبيين كانوا عشان سهل الانتقال فكانوا بيروحوا بريطانيا. اظن ان هذا العدد يعني هيتم مراجعته مره اخرى لما تبتدي تتصعب اجراءات الخروج والدخول بين الدول الاوروبيه، باقي الدول الاوروبيه وبريطانيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد الدولي على وجودك معنا وعلى كل هذه الايضاح. اشكر حضرتك. مشاهدينا هكذا ينتهي لقاؤنا في مال واعمال، اشكركم جزيلا على المتابعه ونراكم دائما على كل حال.